هذا ما نتمناه جميعا. هي العملية صعبة لأن قضية أجيال، تنمية التطور ديال الأجيال، ما تدير هذه القراءة هذه التاريخية ستجد أن كل جيل عنده خصوصيات، وربما أن الجيل ديال الاستقلال والجيل ديال ما بعد الاستقلال لأن توريا من هذا الجيل الثاني فهو أعطى الكثير وتكون، لأن كان تكوين عصامي، فهمتي، كان المسرح الهاوي ولكن مسرح هاوي بمستوى آخر، المسرح الهاوي المعمورات، تكوين ديال أول جيل مع عبد الصمد الكنفاوي الله يرحمه كذلك، طيب صديقي، طيب العلاج وآخرين، يعني هذا جيل عصامي اللي انطلق من لا شيء، بناء مسرح محمد الخامس مدينة الرباط وراء فلسفة معينة. شنو نقول لك مثلا فنانة بحال صديقي مثلا، هو من الانتاج كذلك ديال المسرح، الفنانة التشكيليين كذلك، انا ذاك شو ملكايا كذلك، شبعة كذلك، اخرين يعني اللي عطاو الكثير في هذه الميادين اللي كانت لاصقة ببعض البعض. ما تنساش بان المسرح كان كيتلعب في مراكش في ساحة جمال، فنا الى جانب الحلقة، فهمتي، الناس كانت كتتمرن كحلاقية، فهمتي، كتاخذ من الحلقة وكتاخذ من مولير وكدير المج. يعني هذه المرحلة نجحنا فيها. من بعد توريا جبران وإبداعات أخرى مع المسرح العالمي، الريبرتوار العالمي، وإدماج كل ما هو هم يدخل في إطار خصوصية المغرب. فإذا هذه المجهودات كلها اليوم هل يمكن تدريس ديالها؟ هذا هو السؤال المطروح. أنا أؤمن بأن الشباب المغربي، علاش لا، هذا ليس بغني على الشباب المغربي، فقط أن تخلق الإطار ديال التكوين وديال التأطير وديال الإبداع. المغرب الحمد لله راه الدار البيضاء شتي فيها عدد كبير من المسارح، دوك لي تياتر دو بوش، ولكن الأغلبية مسدودة لسوء الحظ، لأن التسيير صعيب. أنا نقدر نقولوا التسيير صعيب، خاص كل مسرح دار فيه مجموعة ديالو اللي تكلف بكل شيء، خلق الفرجة وتسيير تسير إداري مثلا، هذه كلها اقتراحات. أخيرا عندنا جوج المسارح كبار، جوج المسارح كبار ما نساهمش، مسرح الدار البيضاء الكبير اللي هنا غادي يدار، ومسرح الرباط سالا كذلك اللي غادي يدار، بأن المغرب وليت عندنا كذلك المتحف محمد السادس في الرباط. فإذا هذا الشيء كله لصالح الشباب. دابا الآن خص الشباب يستغل هاد المسائل. أخيرا أستاذ بليد، وحنا تنترحموا على روح توريا. هل فنانة توريا خدت حقها وهذا العطاء اللي أعطاته على المستوى الغزارة الفنية والفكرية والنضالات ديالها في المسرح والفن، واش خدات توريا حقها أو لا؟ توريا نقول لك بإيجاز، وإيجاز كبير جدا، عمرها ما كانت مادية. توريا كانت في الحالة اللي فيها كانت فرحانة، وكانت دائما كتعتبر أنها هي مغربية وأنها تضحي في سبيل المغرب وفي سبيل الوطن، كانت الدار ديالها ديما مفتوحة. عمر توريا عمرها ما تكلمت على الجوانب كانت انتهازية ولا كتقلب على شي حاجة، فهمتي، داكشي اللي جاها تستحقوه الله يرحمها، ولكن كانت مثالية في هذا الميدان هذا، خصوصا لما كانت تقارن. أنا لا أريد أن أقارن لأن الله يرحمها وذكر أمواتكم بخير، نبقوا في هذا الإطار هذا. أنا اللي نقول لك بأن توريا جبران ما عمرها ما طرحت هذا السؤال بهذه الطريقة هذه، وإذا احنا من وراها ما غادي يمكنش نطلقوا نقولوا عاشت فرحة مواطنة مؤمنة بالمبادئ ديالها بالوطنية ديالها، والمسار ديالها اللي عاشته راه عاشته على التاريخ وعلى الشباب أن يحاسب أو يصفق. أنا أصفق.